السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كا، توجور مع اخبار شباب القبائل. اليوم خبر شويه على بالي غضب الانصار بزاف، وعلى بالي راح يكون ردة فعل ما تعجبش. قضيه دوخه اللي رفع شكوى عند لجنه المنازعات ضد شباب القبائل بسبب عدم تلقيه 7 شهور من مستحقاته. لايك الفيديو، ابوني في القناه، وتركوا لنا تعليق على القضيه هذه. المهم، قضية الدوخة هذه اللي كل دقيقة الشبيبة في مشاكل، تسنى من دراجي هذاك تاع تونس اللي ما على باليش انا كيفاه حتى القضية تاعو. شوية كذا ظهرت قضية عدادي، والحمد لله قالك الديون راح تسلك وسلك، ما عرفت سلكت ما على باليش. المهم قالك الديون خلاص، قضية تاع دراجي وعدادي سيبو، يزيد يخرج لنا دوخة. اباكم قداه دوخة يسلك 300 مليون، يعني فواسيط راهي 2 ملاير و100 مليون. شكون راح يسلكو؟ دركا تجيب ريكريتمون جديد، تبدا في ريكريتمون، لازمك تسلك، لازم تفيرتي، لازم كدا امور، والله تسلك الديون تاعك، والله كدا منين جات كيف كدا. والناس طالب، راهي طالب ميركاتو صحيح، وهنا الجماعه اللي الدائنين راهم يطالبوا بالديون تاعهم. تخلص دين يخرج لك دين واحد اخر، هذا دوخه سما من محسوبه الاداره الجديده، يعني ماشي الاداره القديمه. المهم دوكا ما على باليش انا، وهذا دوخه يعني على بالو بلي شباب القبائل نورمالمون كانت في مشاكل وكانت كذا، على بالو بلي الظروف الماديه في تاعها في اليامات هادو ما تسمحش، كان قادر يطريط شويه، كان قادر يسنى، يعني بالمعنى لو هذا لو جاء بحبا في شباب القبائل كان قادر يسنى. نعطيكم فرق بسيط، شوف المدرب السويه كان راجل وكان موقف تاعو تاع رجال، قال لهم راني سميسال، وامام طون قال لهم كي تفريوها اباتوا لي ما تنسونيش في الصوارد. المهم راه منتظر ومازال ينتظر، وهذا صح حقه 7 شهور بزاف بزاف، يعني صراحة مع 300 زوج ملاير و100. ولكن هذا على بالنا بلي دوخا كان في يلعب في قطر، وكان يلعب في السعودية، وكان في الكلوب يعني اللي يسلكوه مليح، يعني ماهوش مخصوص ماديا، حتى كان قادر يسنى وعادي خطرة أخرى إن شاء الله. قال يا جماعة ما تنسونيش، وربما والله عطيوني النص. المهم صح، هو قال لك بعث لهم زوج سما ادارات كيما نقولوا هنا، زوج ادارات، هذه الثالثه راح رفع الشكوى عليها. انا رايي المتواضع كان قادر ينتظر حتى الشبيبه تفري اموراتها تاع الميركاتو، تسلك بعض الامور وبعدها تولي ليه ويطيح كلمه تاع الرجاله، كي ما يسلكوش يتم يرفع دواء. هو الوقت الحالي راهو اهلك شويه الشبيبه، انا رايي هذا المتواضع، ويبقى رايكم في دون بها جماعه، ونتمنوا نلقاو حل لهذه القضيه، ونتمنوا انه يتريت شويه دوخه ان شاء الله. حقك يبقى حقك، ما ضلنا والو، وربما يلقاو لك حل افضل من هذا. اتمنى انكم تشاركونا في الموضوع هذا، لايك على الفيديو، ابوني في القناه، وتركونا تعليق مع فيديو جديد. سلام خاوتي.